وهل يكون العقد صحيحا إذا كانت فيه نية أن هذا الزواج زواج تحليل فقط؟ حتى يكون العقد صحيحا لا بد فيه من استيفاء الأركان والشروط المعروفة في كل زواج، وزاد العلماء على ذلك أن يكون خاليا من نية التحليل. ونية التحليل لها حالتان: الحالة الأولى أن يصرح بها في العقد سواء كان العقد شفويا أو تحريريا، كأن يقول تزوجتك على أن أحلك لزوجك، وهو عقد باطل لا تترتب عليه آثاره عند جمهور الفقهاء وهم مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وعده ابن القيم من الكبائر. لا فرق بين أن يكون اشتراط ذلك بالقول أو التواطؤ، وذلك لأحاديث منها ما رواه الترمذي عن ابن مسعود وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه وأحمد عن ابن عباس والحاكم وصححه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وما رواه ابن ماجه والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وأما أهل الرأي وهم أبو حنيفة وأصحابه فقد اختلفوا في نية التحليل، فقال أبو حنيفة وزفر: يصح العقد ويحلها للأول، لأن الشرط الفاسد يلغى ويصح العقد. وقال محمد: إن العقد صحيح مع هذا الشرط، لأن الشرط يلغى ولكن هذا العقد لا يحلها للأول. وقال أبو يوسف: العقد باطل، وهو كرأي الجمهور، ولا يحلها للأول. وحكى الماوردي عن الشافعي أنه قال: إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح وأحلها للأول، وإن شرطاه في العقد بطل النكاح ولم يحلها للأول، وهذا قول الشافعي. الحالة الثانية في نية التحليل ألا يصرح بها في العقد وإن كان أمرا معروفا بين الناس، أو على الأقل بين الأطراف الثلاثة وهم المطلق والمطلقة والمحلل. قال مالك: العقد غير صحيح ولا تحل للأول، لأن العبرة في الأحكام بالنيات، وكذلك قال أحمد ابن حنبل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد صحيحا مع الإثم، ويترتب عليه حلها للأول بعد الدخول والطلاق وانتهاء العدة، لأن العبرة عندهم في الأحكام بالظاهر. وأما الشافعي فله قولان: القول القديم وهو البطلان، والقول الجديد وهو الصحة. والله أعلم.